التربية والتعليم تخطر المديريات بخطة اتحادات طلاب المدارس وتطالب بتفعيل دورها. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وافق على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسي الحالي، وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، أكدت فيه أن الخطة تتضمن لقاءات عبر الفيديو كونفرنس لتفعيل دور الاتحادات الطلابية والريادة في إطار الموضوع المحوري الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة. ووجهت الوزارة الأجهزة المختصة بالمديريات والإدارات التعليمية بالتأكيد على ضرورة حضور المستهدفين من اللقاء، وهم موجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية والموجهين الأوائل للاتحادات الطلابية وجميع الأعضاء الفنيين بالاتحادات الطلابية بالمديرية والإدارات التعليمية ومستوياتها المختلفة.